صباح الفل، احلى ناس في الكون. اخر يوم في دبي والامارات، وهنتحرك ان شاء الله على المطار. على هتعرف اول ما نوصل، وان شاء الله ما تفوتوش حاجه على اليوتيوب الفتره اللي جايه، كله اكشن وفعل الدرس. خليكم معانا، نتحرك دلوقتي، هناخد التاكس على المطار. دلوقتي انا قاعد مستني الطياره ان شاء الله، مش هقول لكم هي فين، هتعرفوا فيري سون. ودي اول رحله ليا لما سبت الامارات نهائيا. خلاص انا كده سبت الشغل، سبت كل حاجه، استقلت، خلصت كل حاجه، وسبت الامارات نهائيا، سبت شغلي تماما، واتفرغت تماما على اليوتيوب. اي حد عنده اي سؤال يبعت ويقول لي في الكومنت تحت، ولما نوصل بلد جديده بقى نبدا حياه جديده ان شاء الله. والبلان ان شاء الله ان احنا نزور اكتر من بلد، مش بلد واحده. السفريه دي السفريه ان شاء الله متخطط لها ان هي تقعد من شهرين لثلاثه. في خلالها ان شاء الله ان شاء الله نقدر نعمل، بفكر في 6 دول او 7 دول. ربنا ييسر الامور على حسب التاشيرات وعلى حسب الحاجات اللي انا عارف ناخدها. فان شاء الله نعمل تريب ان شاء الله كويسه. خليكم معنا، احلى ناس فيكم. الطيارة وصلت، فخلونا نلحقها بدل ما تطير زي المرة اللي فاتت تبقى قدامنا كده ويقفلوا علينا البوابات. بس الطيارة صغيرة يا بصوا، تبع كينيا، طيران الكيني المرة دي. أرخص حاجة لقيتها بصراحة. هنقعد في كينيا في نيروبي شوية، وبعد كده هنتحرك على مفاجأة جوه أفريقيا برضه. هنقعد في كينيا ترانزيت، وهنتحرك تاني جوه أفريقيا. خليكم معانا. شكرا حبيبي، مع السلامة. ثانك يو. عين الطيارة، ممر السعادة، أسعد سعادة. ليكوا معانا يا جماعة، جهزوا. الطيارة صغيرة جدا، بصوا عاملة ازاي. الطيارة صغيرة جدا جدا جدا. طيب هما طبعا بقى تحس انت داخل مستشفى، كله لابس بقى في عمليات وشكلهم. هاي هاي، ويلكم. ثانك يو ثانك يو ثانك يو حبيبي. ولع الدنيا ولع الدنيا. بس الطيارة عاملة ازاي؟ ليكم معانا بقى ايه؟ ربنا يعديها على خير، عشان لسه عندنا ترانزيت في نيروبي.
بحب افريقيا يا جماعه والله. احلى قاره في الدول، احلى قاره في الدول. خليكم معانا وما تفوتوش حاجه من الفيديوهات اللي جايه، واللي ما شافش حلقات باكستان يشوف كلها. داخلين على البوابة الثانية لأديس أبابا، رايحين أديس أبابا إثيوبيا. ليكم معانا يا جماعة. صباح الفل، احلى ناس في الكون. وصلت امبارح اديس ابابا، ولما وصلت مسكوني في المطار ورفضوا دخولي كمصري. بيقولوا تعليمات جديده ان مفيش مصريين هياخدوا فيزا اون ارايفل تاني في اديس ابابا. طيب المعلومه دي من امتى؟ قالوا من شهر او من شهرين، فهم يعني يا من شهر يا من شهرين. تمام، كل الناس بتاكد على كده. طب هي هل هي من شهر ولا من شهرين؟ عشان تفرق كتير، محدش بيجاوب. دي نقطة. النقطة التانية ان انا سألت السفارة برا، قالوا لا تاخدها اون ارايفل مفيش مشكلة على السيستم. سألت شركة الطيران قالوا لي تاخدها عادي مفيش مشكلة على السيستم. سألت شركة طيران تانية وحجزت معاها قالوا لي مفيش مشكلة تقدر تاخدها من هناك. وفي المطار اللي سافرت منه ما كانش فيه اي اعتراض، وشيكوا على السيستم تاني لقوا ان المصريين يقدروا ياخدوها اون ارايفل. طيب كلمت السفاره المصريه هنا في اديس ابابا، سالتهم هل الكلام ده صح غلط، ليه حلول. قالوا لي لا ارجع تاني مكان ما جيت. ده كان رد السفاره المصريه في اديس ابابا في اثيوبيا. قد يكون الوضع في اثيوبيا صعب، قد يكون عندهم ظروف، قد يكون اي حاجه، لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا دايما كباسبور مصري بيحصل لنا المشكله دي في كل مكان بنروح. لك ان تتخيل ان احنا في افريقيا، يعني ما قلتش احنا رايحين اوروبا ولا رايحين امريكا ولا رايحين اي حته، احنا في افريقيا مش عارفين نسافر افريقيا. بس الدول الاون ارايفل في افريقيا للمصريين قليله جدا، وكمان مش عارفين نخشها. يعني المره اللي فاتت على في زامبيا بت على الحدود ومعايا تأشيرة، يعني بت على الحدود ومعايا تأشيرة وما دخلنيش غير الصبح. في زيمبابوي تأشيرة اون ارايفل 3 ساعات عشان بس يقتنعوا ان انا مصري ينفع اخش. في ايه؟ عايزين حل، عايزين حل. انا بقيت هنا في المطار من امبارح، انا بقيت هنا في المطار من امبارح. مش كل مرة كده، دي افريقيا يعني المفروض نبقى علاقتنا احلى من كده واحسن من كده بكتير في افريقيا. عندي طياره تاني دلوقتي، هنعمل سكيب لاثيوبيا. يعني الرحله كانت 5 دول تقريبا، كان من ضمنهم اثيوبيا او كنا نبدا بيها، فهنفوت اثيوبيا ونبدا باللي بعديها ان شاء الله. نتمنى ان هم يدخلونا، ونتمنى ان الدنيا تمشي كويس، ونتمنى الامور تبقى اسهل من كده. خليكم معانا. دلوقتي هاخدكم اوريكم كنت بقيت فين امبارح. ما لقيتش مكان ابات فيه، فبقيت في مسجد، لان انا ما ينفعش امشي من الدور اللي انا فيه ده. بصوا هو الدور ده بس اللي موجود، يعني ده بس الاوبشنز اللي موجوده، يا اما على الكراسي دي يا اما ده هو ده بس الدور اللي موجود.
بقيت بصراحه حاسس ان انا توم هانكس فشخ يعني. توم هانكس توم هانكس لما قعد في المطار 70,000 يورو. تجربه صعبه بصراحه، لان انا من امبارح الصبح وانا اصلا مطبق، ومن امبارح الصبح وانا بسافر طيارتين، طياره على نيروبي ونزلت خدت الطياره الثانيه على اديس ابابا. وصلت اديس ابابا الساعه تقريبا 7 8 بالليل، وبعد 7 8 بالليل فضلت قاعد لغايه الساعه 12 1 بالليل بفهم ايه اللي بيحصل، بحاول اخش مفيش، بكلم السفاره ما عندهمش برضه حلول، البلد هنا قفشه. بعد كده بدور على الشنطه بتاعتي وازاي هترانسفيرها، هروح فين، لان هم انا عايز تيكت عوده او تيكت للمكان اللي بعد اثيوبيا. فدورت على تيكت ولقيت الحمد لله تيكت كويسه. بعد كده قال لك لا عايزين تيكت ثانيه بقى عوده ثاني من هناك. قصه كبيره، قصه كبيره. خلصت واحده بالليل من 7 لواحده 5 ساعات معاناه ومش فاهم ايه اللي هيحصل، يعني معاناه ومش فاهم ايه اللي هيحصل. خلصنا الحمد لله وجبنا تيكت وان شاء الله دلوقتي دخلنا على الطياره الثانيه. نتمنى ما يحصلناش مشكله ثاني. بس هوريكم المكان اللي كنت بقيت فيه امبارح، خليكم معايا. القهوه هنا جامده قوي. بصوا بقيت فين بقى اصلا؟ بقيت هنا. الناس بتدفعني كده. كنت بقيت بقى هنا امبارح. صحيت الصبح حليت مشكلة الشنطة الحمد لله وجبت البوردنج، طلع دلوقتي على البوابة. خدها ماشي يا جماعة، وقف وقف تعالى هنا. أحلى حاجة بقى تنزل من الطيارة كأنك إيه نازل من الميكروباص كده، تنزل من الطيارة تتمشى. لا جامدة أوي. لسه نازلين من الطيارة في زنزبار، الجو حر جدا، الناس كلها قلعت. خش دلوقتي جوه ونغير جو. حر ايه ده؟ لقيت الشنطة الحمد لله جت وصلت بالسلامة. بصوا بقى جمال تنزانيا، ادوني 90 يوم جمال وحلاوة مفيش بعد كده. دخلنا افريقيا تمام الحمد لله. طبعا يعني انت بتبقى رايح والنصيب والقدر هو اللي بيقول لك هتدب رجلك في افريقيا. خلينا في النجيل. هتدب رجلك في افريقيا فين؟ فدبينا رجلنا المره دي في افريقيا في زنزبار. نريح يومين ثلاثه بقى من اللي حصل ده، وبعد كده نبدا معاكم رحله جديده. يكون معانا. دي اوكي؟ اوكي شكرا رمضان. جمال وحلاوه مفيش بعد كده. القرف اللي هناك. يلا مستعجلين. اوبا. يلا استناك كتير. ادي ادي النطور وادي الجناح. ده احلى مكان تقعد فيه، يعني ايه؟ يحصل اي لقطه خلاص كده انت باي باي كمبيوتر.